يسعدنا إطلاق برنامج المستثمر الصغير بالتعاون مع الصكوك الوطنية. طبعا المبادرة هاي تهدف إلى تثقيف وزيادة التوعية للخدمات المالية والأمور المالية بالنسبة للطلبة في المدارس. يستهدف طبعا الطلبة في الصف الخامس والسادس، وضروري طبعا لو نتكلم عن الطلبة في هالأعمار ننتقفهم في مفهوم الإدخار والمعاملات المالية، وأيضا إدارة الأموال شيء ضروري جدا أنا أعتقد لاستشراف المستقبل وتخريج جيل من القادة الجدد نبتدي في هالأعمار. وطبعا المبادرة هاي بالتعاون مع الصكوك الوطنية أنجزت الحمد لله هذا الشيء. أطلقنا المشروع بثلاث مدارس، مدارس دبي، فرع الخوانيج، فرع البرشة، وفرع ند الشبة، والحمد لله تقريبا أكثر من 650 طالب مشارك في هذا البرنامج، وأكثر من 22 مدرس يدرس البرنامج. واليوم طبعا في ثلاث مدارس أخرى شاركتنا، مدرسة نبراس الخاصة، مدرسة سينت ماري، وأيضا مدرسة بادز بابليك سكول. وبهالطريقة نقدر نوسع البرنامج. إحنا نعتبر طبعا البرنامج هذا بعده في مرحلة البداية، اليوم عندنا ست مدارس، إن شاء الله بنستمر أكثر في زيادة حجم المدارس اللي بتشاركنا. المبادرة بشكل طبيعي تساهم في تحقيق رؤية دبي، أجندة دبي 33، وأيضا أجندة واستراتيجية دبي للتعليم التي تم إطلاقها حديثا، اللي هي استراتيجية التعليم 2033، اللي لا سيما تركز على يعني تركز على تعزيز المعرفة في الطلبة جميعا. هو برنامج طبعا ثقافي تقدر تقول أو تثقيفي للخدمات المالية بشكل عام، يركز على الإدخار savings وضرورة السيفينجز طبعا. فبطريقة معينة يعني يستهدف الأعمار الصغيرة، ففي تنوع في المحتوى، يعتبر محتوى شيق، وطريقة أيضا توفير المحتوى هذا للطلبة تكون بطريقة مميزة، فيحبب الطالب لدراسة الموضوع. وطبعا هو ما تعتبر مادة إجبارية، تكون من ضمن البرنامج الدراسي العام في المدارس اللي هي اختارت أنها تنفذه. بداية الفكرة كانت من الأخت الحبلوتة اللي هي نائبة الرئيس التنفيذي في الصكوك الوطنية، اللي هي حست أن هناك في ثغرة كبيرة اللي هم الأطفال، أنهم ما في أي منهج تعليمي اللي يعلمهم كيفية التعامل مع المال. نحن مثل ما نعرف يعني هذه مشكلة مو بالصغار، لكن أيضا مشكلة للكبار، كيفية التعامل مع المال، سواء إذا ما كان عندك فلوس ولا إذا كان عندك فلوس، حتى اللي عنده فلوس بعد عنده مشكلة التعامل مع المال، وين يستثمرها ويراعيها ويحاتيها وكذا وكذا. فتواصلنا مع معالي أو سعادة عبد الله العور من صندوق المعرفة، وهم على طول رحبوا بالفكرة وقالوا هذا بيناسب جدا أيضا طموحات أجندة دبي الاجتماعية لـ 33 اللي هو تركيز على التعليم خصوصا النشأ الصغير. فجت فكرة المستثمر الصغير على أساس أن نحن نعمل ورش عمل في مدارس مختارة نبدأ فيها أول شيء، وبعدين يبدأ التعميم على باقي المدارس. طبعا نحن 18 سنة حين خبرة في هذا المجال، مجال الادخار، دائما الحمد لله الادخار من قبل الوالدين الآباء يعني للأطفال في نمو متطارد الحمد لله. يعني اليوم ما تحضرني النسبة بالهاي النمو، لكن النمو الحمد لله يكون يعني دبل ديجيت، بمعنى أن يتعدى 10% سنة على سنة. من اللي سمعت اليوم من مدراء المدارس اللي كانوا موجودين اليوم، كانوا يقولوا لي في إقبال شديد من الآباء والأمهات على تسريع عملية الورش اللي بتراعي ان نعطيهم نحن التخطيط المالي لابنائهم للاطفال. فأهم شيء ان يكون الوالدين هم مقتنعين بالاهميه،
لأن لا تنسى أن ورش العمل مو بس بتكون للأطفال لكن بتكون أيضا للوالدين بعدين، بمعنى آخر أن أيضا أنتوا خططوا تخطيط بعيد الأمد لأطفالكم، لأن لا تنسى أن نحن يعني الحياة ما هي رخيصة، حياة غالية، فلازم الواحد من اليوم يخطط أنه يوفر مثلا مصاريف التعليمية لأطفال لغاية ما يتخرجوا من الجامعة، مو يتخرجوا من الثانوية.